يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأثنين أكثر من مليون ومائة وسبعة وخمسين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وتسعة وتسعين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين وثمانية وستين ألف شخص